أسر جنات ديال الأزلال السادة السادة رؤساء المصالح الحضور الكريم هي الحق أنا جد مسرور لتواجدي مرة أخرى في هذا الإقليم العزيز اللي كان تعرف على أكثر الوجوه اللي الحمد لله رحبتنا دائما واللي اشتغلنا معهم في فترة سابقة وجد سعيد كذلك باش تكون هذه المحطة المحطة الأولى في هذه النهجية اللي الحمد لله بمشاركة وتشارك الجميع تقنى مع المجلس الجهوي مع السادة رؤساء المجالس الإقليمية وكذلك السادة العمال تم الاتفاق على منهجية عمل لأن كنا كنتواجدوا بترام واحد أو على ترام واحد وخاصة كل واحد منهجية مشتركة بمقاربة جديدة للتنمية في هذه الجهة العزيزة هذه الجهة اللي أصبحت متقدمة ومسعة كذلك الجهة القديمة أصبحت أكبر والحمد لله وكتشتمل على فضاءات لا جبلية لا سكون لا هضاب وكذلك تشتمل على واحد العدد ديال الأنشطة إذن هذه مناسبة سعيدة باش فعلا هذه المحطة المحطة الأولى تكون هذا الإقليم العزيز والإقليم اللي كيحتاج فعلا تضامن والإقليم اللي كيحتاج يعني مقاربة قوية للتنمية نظرا لإكراهات لا طبيعية ولا تنموية اللي هي معروفة عند الجميع فعلا كما ذكر السيد عامر فالحمد لله هذه الجهوية الجديدة تجي في ظروف جديدة لأن إصلاح كبير وقوي صاحب جلالة هذا البلد وفعلا قليل بلاد العالم اللي يقدروا يمشيوا في هذه الإصلاحات بحال ديال الجهوية لأن بلاد باش كتقدم على هذه الإصلاحات إلا بلاد اللي هي تايقة في راسها تايقة في المواطنين ديالها والمواطنين ديالها تايقين في تايقين في القيادة ديالها وفعلا إلا شفتوا في المنطقة ديالنا ولا في الجهة ديالنا ولا في يعني البلدان المجاورة راه حتى واحد ما يقدر يدير هذا الإصلاح لا من ناحية سياسية ولا من ناحية تقنية ولا من ناحية بشرية والحمد لله اليوم وصل فعلا المغرب واحد النضج اللي جعل باش سيما اليسرو قرر هذا الإصلاح وفعلا لما بعد دراسات وبعد واحد العدد ديال اللقاءات وبعد واحد العدد ديال القوانين وهذا أصبحت هذه الجهة الموسعة حقيقة واليوم هذا بحال هذا الاجتماع حقا كيجسد هذا يعني هذا الرؤية الجديدة وهذه المقاربة الجديدة وإن شاء الله ما عندي شك بأن غنجحوا لأن جميع الفعاليات مجتمعة لنا فإذا كان النجاح راح له وحنا نجحنا كلنا إذا ما كانش النجاح غنلومو غير راسنا لكن الجميع الحمد لله ما عندي شك بأن غتكون مساهمة ديال الجميع باش إن شاء الله نوصلوا للنتائج المتوقعة إذا هذا إصلاح قوي وكبير ولكن موراه كيخصنا العمل واليوم تطرقنا على واحد المنهجية اللي مع المجالس الإقليمية مع السادة العمال ينسلوا على الجهة باش إن شاء الله غنمشيو كل إقليم غنصمتو وغنجتمعو ثم في كل إقليم كانت هناك مشاركة ديال الجميع باش تكون واحد المقاربة تنموية على الصعيد ديال هاد الإقليم ومن بعد هنا نشكر السيد الرئيس ديال الجهة اللي هو اليوم راه وظف واحد مكتب الدراسات راه هو معنا كنظن راه كاين معنا كاين السيد وفينا هو
الدراسات اللي هو غيصحنا بعد ما غيتصمت ويشارك معنا اليوم، وكذلك المحطات الاخرى في الاقاليم الاخرى غتخرج واحد الدراسه اللي هي غتلخص هذا الشيء كله وغتنظمو وغتكون هذا. وكذلك هذه العمليه كاين هناك كنسميوها الاقطار الجهويه اللي هي مكونه من مصالح خارجيه للدوله على صعيد الجهه اللي هي حاضره للمدن، كذلك رؤساء المصالح الاقليميه ديال كل اقليم حتى هي مشاركه. وهذا الشيء كله لان خصنا تقاطع ديال الاقتراحات كلها اللي غتجي من المنتخبين اللي هما عارفين الحاجيات ديال المواطنين، اللي هما كيترجموا الحاجيات ديال المواطنين للضرورات والطلبات والمشاريع وهذا. من بعد كاين التقنيين ديال المصالح ديال الدوله، كاين الدراسات، كاين منتخبين كذلك وطنيين اللي معنا اللي كنشكرهم على الحضور ديالهم برلمانيين، كاين بيان الجهه والمنتخبين ديال الجهه. اذا حنا تبارك الله هذا الشيء كله الا ما خرجناش واحد الرؤيه يعني نقاسموها الجميع، واحد الرؤيه اللي هي كتجي من اصغر النقاط في الجهه، فاذا راه غيكون مشكل. لان الحمد لله جميع الفعاليات مشاركه ومساهمه في الاعياد. اذا ان شاء الله كنتمناو باش من بعد ما يكون يعني يكون الجميع شارك في الاعمال، غنديروا غنوجدوا واحد برنامج ولا مخطط جهوي اللي غتكون كاين اللي غتكون مساهمه في الجهه مباشره، وكاين اللي غيكون مخططات اقليميه، وكاين مخططات اخرى اللي هي يعني على صعيد القاعده، على صعيد الجماعات المحليه والجماعات التوانيه. اذا حنا اللي نخرج ان شاء الله باش غنصمتوا لها ديال هذا، ومن بعد اللي هو الجميع ندعو اذا كان ملاحظات اذا كان باش نغني هذا العمل اللي تقدم. وكذلك اذا كان من بعد اذا كان شي واحد ما نكرش باش مع في الدراسات نديرو واحد السيت حتى اللي بغى يساهم بشي مساهمة شخصية ولا كذلك اللي غتخلى عليه اعتبار ان شاء الله في هذا. اذا هذا نفس المنهج. اما فيما يخص الاقليم وكنعرف الاقليم ديال الازيلات فهي بحق عندها رهانات كبيره كلنا، لان هو اقليم قروي وجبلي ممتاز، كاين اكثر من 70% ديال الساكنه اللي كتسكن في العالم القروي في الجبال في اعالي الجبال. اذا هاد توزيع ديال السكان كيجعل يعني صعوبة واحد العدد ديال لا فيما يخص الميدان ديال التربية ولا في الميدان ديال الصحة، ولكن في الميدان ديال الدخول. وهذا هو العناصر الثلاثة هما اللي كيكونوا يعني المؤشر الأساسي ديال التنمية البشرية. ولهذا إلا شفنا التنمية البشرية متوسطة في هذا الإقليم لان كاين هناك عوامل طبيعيه اللي كتجنب، ولهذا هاد الرهانات كلها سناخذوها بعين الاعتبار باش اي اقتراحات اللي غنديرو خصنا ناخذو بعين الاعتبار هاد النقاط هادي، لان مجهود كبير دار منذ سنوات في هاد الاقليم. لان تعرفو غير الطرقان الى كتو كيسوى الطريق في واحد الكلفة في السهل، حنا تقدر مثلا نضربوها خمسة ولا ستة ولا شي مرة ثلاثة، راه باش نصوبو 10 كيلومتر في السهل، حنا كنصوبو كيلومتر واحد، ولا هذا إلا تصوب كيلومتر هنا عرفو بأن راه كاين مجهود كبير وكلفة كبيرة. كذلك المدارس، الحمد لله في هذا الأخير كاين واحد الأعداد ديال الثانويات، الإعداديات ديال المدارس الجامعاتية اللي تصوبات في الإقليم، وكاين هذا
سكبار مهم ما دي بدي تندرس كان كذلك إذا شفنا مثلا غير الربط بالكهرباء راه إقليم أزيلال من أعلى النسب وطنيا ما عرفتش 98 ولا 99 راه كاين أقاليم أخرى ما عندهاش هاد الصغار وفي الجهة ديالنا راه كاين اللي ما عندوش هاد إذا مجهود كبير ولكن أنا كنظن مجهود كبير اللي خصو يدار هو فيما يخص التنمية البشرية بصفة عامة وسميتو التربية والصحة خاص مجهود كبير يدار لأن بعض المؤشرات اللي هي شوية متوسطة إلى أقل من المتوسطة إذا إن شاء الله أنا كنظن بأن هذا المحاولة كلها مفروضة باقتراحات اللي غتكون وعلى أي حال هذه الاقتراحات اللي غتكون هي اقتراحات اللي غتخاد اليوم ولكن كذلك لابد غيتم الإغناء ديالها لابد يكون اقتراحات من المصالح الخارجية ديال الدولة لا على الصعيد الإقليمي لا على الصعيد الجهوي إذا